السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط وتحديدا في مزرعة النعام. تربية النعام مشروع مربح أو لا؟ إزاي أقدر إن أنا وأنا في سن صغير ومحتاج أعمل مشروع أو محتاج إن أنا أدخل سوق العمل؟ إزاي أفكر بره الصندوق؟ إزاي أشتغل في مجال لسه بادئ ينتشر في محافظة دمياط تحديدا؟ احنا هنا في مدينة كفر سعد وفي ضيافة الأستاذ أحمد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. الحقيقة يعني أنا بشكر حضرتك جدا على المجهود الجميل اللي حضرتك عامله ده، حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقك. الله. قول لي، أنا لفت نظري أول ما دخلنا المزرعة هنا إنه الموضوع ما كانش مكلف في البداية، يعني بدأت أنت حتى وحضرتك بتتكلم معايا في الكواليس إن الموضوع كان بسيط، فاحكي لي بقى إزاي وأنا شاب صغير أو محتاج إن أنا أبدأ مشروعي أشتغل إزاي في النعام؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولاً موضوع النعام ما هوش مكلف كمكان، يعني مثلاً خلينا نبص على الملعب عبارة عن مساحة فيها سور ومساحة مكشوفة، ما هيش متسقفة، ما هيش لازم إن أنا أكلفها، لا ممكن أفصل بيه شبك، سلك شبك زي كده، أي حواجز أو حديد أو أياً كان، أهم حاجة بس السور الخارجي اللي يعزلني عن العالم بره عشان النعام ما يطلعش منه. بس تاني حاجة نظيف جداً، ما فيش الخرق بتاعه بيدوب في الرملة، ما ملوش أي ملوش مجهود. ده أول حاجة بالنسبة اللي فاتتني ليه، حاجة نظيفة، حاجة جميلة، حاجة ماهيش منتشرة قوي، فلذلك تيجي تبص تلاقيه حاجات ما شاء الله محترمة ونظيفة. قول لي بقى، الأنثى مثلا بتاخد دورة إنتاج كل كام شهر؟ المنتج الانثى بتشتغل في السنه عباره عن 9 شهور وتريح 3 شهور. تنتج 9 شهور في السنه. الانتاج مثلا بيتراوح ما بين قد ايه الانثى الواحده؟ استاذ احمد، حضرتك كنت قلت لي ان الانثى بتشتغل 9 شهور وبتريح 3. تمام. انتاجها بقى بيتراوح من كام لكام؟ من 50 ل 70 بيضه الانثى الواحده. من 50 ل 70. كنت حضرتك برضو اتكلمت معانا عن ان انت بدات وانت عندك كام سنه؟ انا بدات تقريبا 35 سنه، يعني برضو كنا في سن الشباب. كان شاغلني من زمان بس ما كانش متوفر المكان. بس انا اساسا ابن المحافظه، دمياط نفسها، كنت قاعد في دمياط، دمياط نفسها كمحافظه مش متوفر فيها المساحة. المكان اللي تقدر تشتغل فيه في النعام. اضطريت ان انا ادور على مكان في الارياف على اساس ايه بيكون متواجد في المساحه دي. هل السلاله بتفرق ولا النعام سلالات ولا ايه القصه؟ هو النعام سلاله واحده اللي هو اسود الرقبه، لكن بيفرق من انتاج لانتاج، يعني في نعام مثلا انتاجه كويس، في نعام انتاجه ضعيف، فبيفرق من اسره لاسره او من مزرعه لمزرعه حسب ما بتنتقي السلاله بتاعتك. ازاي بقى انا اقدر انتقي السلاله بتاعتي؟ يعني ايه النصايح اللي تقدر توجهها لنا؟ طب هو زي لحم الفراخ الدواجن ولا زي لحم العجالي؟ لا، قريب من العجالي ولكن غامق شويه في اللون عن اللحم العجالي. مفيد جدا لمرضى القلب، مفيد جدا لمرضى السكر، مفيد جدا لمرضى الضغط، لان يعتبر زيرو كوليسترول، مفيش فيه كوليسترول نهائي، لان الدهن بتاعه مش على اللحم، الدهن بتاعه في منطقه البطن اللي بنستخرجه زي ما قلنا بيستخدم علاج لمرضى السكر والضغط. هل فعلا بيتم استخدام او استخراج ماده من النعام لعلاج امراض الروماتايد او العظم او دهن النعام؟ دهن النعام بنستخرج دهن النعام، بياخدوه في المصانع يعملوا منه كريمات للعظم، كريمات للشعر. قول لي يعني كده نقدر نقول انه ب 1500 جنيه ممكن اشتري كتكوت؟ ممكن تشتري كتكوت عمر اسبوع ب 1500 جنيه. ومن هنا يبدا. طب انا لو اشتريته ابدا مشروع ازاي معاه؟ ازاي طبعا كتكوت لوحده مش هينفع، اقل حاجه 4-5 كتاكيت ان انت تبدا بيهم. بس جنب شغلك، لان في البدايه زي ما قلنا ايه مجال النعام ياخد فتره. يعني مش امتى ابدا امتى ابدا اقول ان انا مشروعي خلاص هيبدا يكون مربح؟ بعد دوره قد ايه؟ دوره النعام عموما كتسمين لو انا سمنت كتكوت وطلعته لحم من 10 شهور لسنه. من 10 شهور لسنه. البياض لو انا شغال عنده اسره بتنتج ببدا ان انا افرخ منها، وزي ما قلنا الكتكوت عمره اسبوع ب 1500. احنا قلنا ان اللهم صل على النبي الاسره 2 انثى وذكر. تمام.
هل بيكون في مواسم معينة مثلا انت بتفصل الأسرة عن بعضها، لا لا ولا لا ده لازم لا، ده لازم ما هو كل يحصلش؟ هو كل أسرة بتكون مع بعضها، الذكر مع الإناث. طيب نصيحة بقى لكل الشباب اللي عايزين يبتدوا يدخلوا سوق العمل، تقول لهم ايه؟ ما تترددش، والفرصة استغلها صح، وابدأ ان انت تتعلم وتفهم يعني ايه نعام لو انت حابب تشتغل فيه، واحنا مزرعتنا مفتوحة للجميع، اللي حابب يجي يتعلم، اللي حابب يجي يفهم الدنيا فيها تحت امرك. انا بشكر حضرتك جدا في ختام لقائنا. اعزائي مشاهدي اليوم السابع، كنا يعني اطلاله سريعه كده من داخل مزرعه لتربيه النعام. يمكن هنا واحده من المشروعات الواعده في المحافظه، يعني الحديث عن صناعه النعام او تربيه النعام خلينا نقول هيكون كبير جدا، هيحتاج لقاءات كتيره جدا متعدده. لكن عايز اقول لكم ان احنا هنا بنعرض لحضراتكم نموذج لشاب بدأ مشروع بأقل تكلفة، وإزاي تبدأ تقف على رجليك، وإزاي تقدر تدخل سوق العمل من تكلفة بسيطة. أنا بشكر حضرتك جدا مرة تانية يا أستاذ أحمد، بالتوفيق ليك يا رب. إلى هنا ينتهي اللقاء أعزائي مشاهدي اليوم السابع في كل مكان. كان معكم هيثم مراد من داخل مزرعة النعام بمحافظة دمياط. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.